اهلا بكم مشاهدينا الجميلين. زي ما متعودين في برنامجنا سفرتنا مشكله ان سفرتنا تكون منوعه ومشكله وفيها علبة اصناف. خلينا نشوفوا منيو حلقتنا اليوم. عندنا قلايه حمراء وكيكه شموا وسلطه العدس وبوريك الفاهيتا. حيث هو نبدو الحلقه متاعنا بالخطوات والتفاصيل ونشوفوا المقادير متاعنا بالضبط. نقلب اللحم مع السمن والزيت ونحط عليهم طماطم الحبكة وشوية حرارات وقرفة وفلفل أحمر والملح وشوية أبزار. نزيدوهم شوية مية وبعدها نقصوا عليهم النار ونغموهم كويس ونخليهم يطيبوا على راحتهم. توا ناخدو العدس بعد ما سلقناه في مية حطوا عليه طماطم والمعدنوس وعندنا سبول. نخلطوا المكونات كلها على بعضها. توا نحطوا دبس الرمان والليمون وعندنا هنا الملح ونحطوا عليها البصل الأخضر وزيت الزيتون. نحركوها كويس وهيك عندنا أكثر سلطة مفيدة تقريبا في الدنيا. السلام عليكم. عندنا كنز ومش مستفيدين منه هلبة وما نستعملوش فيه، اللي هو بذور اليقطين المعروفة بذور القرع، غنية جدا بمضادات الأكسدة والدهون الصحية والمعادن، خاصة معدن المغنيسيوم، ولها فوائد كبيرة لصحة العظام والجهاز المناعي، وتعتبر مصدر عالي للحديد، حتى الناس اللي عندها نقص في الحديد تقدر تاخدها. الكوب الواحد فيها 9.52 ميلي جرام حديد، وتحتوي على الزنك والفسفور، وفيها فايبر تحسن الهضم وتحسسنا بالشبع. من الحاجات الحلوة اللي فيها فيتامين إيه، تعالج الأرق لاحتوائها على التريبتوفان اللي يحولها الجسم لهرمون السيروتونين وهرمون السعادة والميلاتونين هرمون النوم. وآخر دراسة لقوا أن مستخلص البذور مفيد للناس اللي عندها تضخم البروستاتا الحميد حسب منظمة USDA. موجود طبعا في السوبر ماركات في أغلب ستاندات الأكل الصحي، يعني جهة الأكل الصحي نلقاها موجودة فيه، ونقدر نستخدمها في السلطة في الأكل يعني، ومع المكسرات والفاكهة المجففة وكذلك مع الشوفان، هي حتحسسنا بالشبع. يعني كأنك انت كليت خبزة نقدر نستبدلها مثلا بدل ما ناخذ وجبة لحمة ورز وسلاطة، نقدر نحطها أنا في السلاطة وناخذ البروتين معي وناخذ السلاطة وهي تكون موجودة فيه، حتحسسنا بالشبع. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات. اول حاجه على بشكوت الدايجستيف نحط كاكاو خام، وعندنا هنا شويه نسكافيه ونصبوا عليهم الزبده الدايبه، بعدين نحطوه في طاجين تشيز كيك. توا نحطوا الحليب ومع بودره الكراميل ونخلطوا على البارد. نحطوا القشطه والبشكوت
وبعد ما خليتها 6 ساعات في الثلاجة توا حرش عليها الكاكاو ونزينوها بالمالتيزر ومعها الفراولة. أول حاجة حنحطه زيت الزيتون ونحطه عليه صدور الدجاج اللي قرضناهم. نحط هنا عندي الزنجبيل معها الفلفل والكركم، شوية فلفل أبيض، توابل بتاع الفاهيتا وفلفل مدخن، وعندنا هنا شوية كزبر، ونحركوا المكونات كويس. بعدها هنا حنحطوا الخردل والخل، وعندنا هنا العسل هو اللي بيعطيها نكهة السكر متاع الفاهيتا. توا آخر حاجة نحط الخضرة متاعنا، فلفل ألوان، وهيك الفاهيتا متاعنا واثية. توا عندي هنا ورق البوريك، نقصه بالطريقة هي ونشكلوه في الطاجين. Thank you.